الكبير لا يضرب الصغير. الكبير ينصح للصغير. يعلم الصغير. الصغير لابد يحترم الكبير. لا أحد يضرب الصغير إلا ولي الصغير كالأب مثلا. وكذلك الأب لا يضرب الصغير على كل شيء. ولا يسرف في الضرب، يعني لا يضرب على الوجه أو يضرب ضرب كثير. ولا يضرب إلا من يعرف الضرب، يعني مثلا طفل ابن سنتين هذا لا يضرب لأنه لا يعرف الضرب أصلا. نعم. وأن يكون القصد من الضرب التأديب لا الانتقام، لأن في الغالب الكبير يضرب لأنه ينتقم لنفسه أنه هو قوي. نعم.